سلام البنات، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي عالم ميار. الفيديو ديال اليوم عبارة عن ديسير سهل وراقي، مكونات بسيطة، كيوجد في وقت وجيز. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو الفلون، يعني نسطرو الحليب مع فلون حسب الاختيار. انا هنا استعملت فلون فاني، طيبتهم وخليتهم حتى بردو. غادي نحتاجو معاه قطع من البسكوي، اي بسكوي البنات نتوما كتفضلوه. يمكنكم تستعملو هيرنيس ولا جولدن، انا هنا استعملت بوتي. 4 ديال البنانات هنا صغار. بالنسبه هادو هما المكونات البنات نتاع الديسير. بالنسبه للفلون طيبتو انا بالسكر، يعني ما نحتاج نزيد السكر. البنات اللي بغاو يطيبوا الفلون بلا سكر يزيدوا واحد جوج معالق تاع السكر فاش يطحنوا الكل. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج قطع من البنان وهاد الاعمده نتاع الشوكولا. والتزيين كيبقى حسب الاختيار، يعني اي حاجه عندك في الدار يمكن لك تزيني بها. نبداو على بركه الله البنات. انا غادي ندير، يعني الديسير ديالنا ساهل ما يحتاج شي مجهود كبير. غادي ندير الفلون ديالي، غادي نطحنو مع البسكوي والبنان ونرجع ليكم. الخليط ديالي بعد ما طحنتو راه كيجي خاتر. غادي نخوي في الكؤوس ديالي ونرجع معكم باش نوريكم طريقة التزيين. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الديسير ديالنا من بعد ما طحنتو في مولينيكس او سبيتو في الكيسان ديال التقديم ديالنا. كما ممكنكم تزين كيبقى حسب الاختيار. انا هنايا زينت بثلاثه ديال الطرق، هنايا بالقطع البنان والشوكولاته، وهنا بقطع البنان ونفس البسكويت اللي طحنت مع الديسير ديالنا مفرته زينت به. بالنسبه للنوع الثاني زينت بدانون فريز، يعني يمكن لكم تستعملوا اي نوع محبب عندكم، وقطع ديال البنان. نتمنى البنات الديسير اليوم يكون خفيف وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو وتابوناو.